نحييكم ونلتقي بحضراتكم مباشرة من ملعب الكامب نو ومجريات مباراة الكلاسيكو بين البارسا ريال. مباراة تقريبا رغم أنها في كرة خطيرة أول أهداف المباراة من فيدريكو بالفيردي هنالك في الكامب نو. اللعبة ولا أروع من أروع ما يكون، التوغل ثم التمرير ثم التسديد فالتسجيل وأول هدف. ريال مدريد متفوق على برشلونة هنالك في الكامب نو بلعبة ولا أروع، فراغ رهيب في وسط الدفاع. جوردي ألبا جول، جوردي ألبا وجول، لعبة ولا أروع بين ميسي وجوردي وفاتشي. يا سلام على هذه اللعبة، كان يكررها كل مرة ميسي مع جوردي ألبا. انفرد خلف مدافعي الريال، استلم كرة ولا أروع. طبعا اختلطت علينا المعلومات شوية لأنه قلنا منذ حين بأنه فاتي هو أصغر لاعب يسجل في الكلاسيكو بال17 سنة. راموس راموس يسجل جول، راموس يسجل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد عند الدقيقة 18 من عمر هذا الشوط الثاني والمباراة. في وقت كان البارسا هو المستحوذ، كان البارسا هو الضاغط، كان البارسا هو المسيطر، كان البارسا خطيرة. لوكا مودريتش، لوكا با 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 جول، لوكا جول. مدريد تطيع ببرشلونة في الكامب نو، لوكا مودريتش يسجل الثالث ويعبث بدفاع برشلونة.